أهلا أصدقائي، أهلا أحبائي، أهلا متابعينا الأعزاء الأكارم، حياكم الله بكل وقت. اليوم جيناكم بعرض حلو جديد ومميز وإن شاء الله يعجبكم. طبعا هو عبارة عن شقة موجودة، هذا البناء الخلفي مثل ما تشوفون هو عبارة عن بناء مستقل مكون من 3 شقق، كل طابق بشقة. شقة عبارة عن 3 غرف وصالون، يتبعها محل او مخزن او دكان في الاسفل، تمام. هذا مدخلها، طبعا شقة موجودة هنا، هذا الشارع يا جلاغ محلة في ولاية سكارية تركيا. راح نطب للشقة، شوفوها ان شاء الله. أصدقائي راح ندخل للشقة، طبعا هذا مدخل الشقة، هاي على الجهة اليسار مننا الصالة مثل ما تشوفون، هاي الصالة، صالة جلوس، صالة طعام، بالكون للصالة، هاي طلالتها طبعا شمس. هذا المطبخ وفي بالكون طبعا. راح نبدي ندخل للغرف، هاي اول غرفة نوم مثل ما تشوفون اصدقائي احبائي، هاي الغرفة الثانية، هذا الحمام الغربي، هذا الشرقي، وهاي غرفة النوم الثانية، العفو الثالثة، هاي غرفة النوم الماستر أو الكبيرة. تحياتنا لكم أصدقائي.